أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء حصيلة بمجازر الاحتلال خلال الساعات الماضية. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته قبل مجزرة مخيم جباليا إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة. وبهذه الحصيلة ارتفعت عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 926 مجزرة منذ بدء العدوان. وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني بين المدنيين منذ بدء العدوان إلى 8525 شهيدا و 21543 جريحا. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتعمد استهداف المؤسسات الصحية، حيث رصدنا استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مؤسسة صحية من المستشفيات خارج الخدمة، وكذلك 32 مركز صحي أيضا خرج عن الخدمة نتيجة الاستهداف وعدم إدخال الوقود. ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يهدد مستشفى الصداقة التركي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لردعه، اعتبر ذلك ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من التهديد والاستهداف، فأقدم صباح هذا اليوم على استهداف مباشر لمستشفى الصداقة التركي، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المستشفى، وهناك حالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية التي يعرضهم الاحتلال الإسرائيلي للخطر. فإننا نعلن بدء العد التنازلي لتوقف هذه المولدات الكهربائية الرئيسة في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأندونيسي مع نهاية يوم الغد الأربعاء، مما يتطلب من كافة الأطراف إجراء تدخلات إسعافية عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، لتمكين المنظومة الصحية من القيام بوظائفها في إنقاذ آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة.